إشراق العالمية، ساعة ونص من عمر الزمان إن شاء الله حنكون معاكم في إشراق، ودائما الصباح بيحمل النشاط والحيوية، وكل الناس دائما في عمل دؤوب ونشاط متواصل بالتأكيد، وهذا الصباح إن شاء الله يكون سبت أخطر على كل أحبابنا ومتابعينا عبر إشراق العالمية. محطات إن شاء الله حتكون حاضرة في صباح اليوم، نبدأ إن شاء الله بكبسولة طبية، ودائما الاهتمام بالصحة واحدة من أولويات قناة العالمية وإشراق العالمية بالتحديد. لذلك سيكون معنا حاضر الدكتور أحمد عطية دهشان، استشاري التغذية العلاجية والتجميل. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. الله يبارك فيك، الله يديك العافية، منورنا عبر إشراق العالمية. ربنا يبارك فيك، ربنا يديك العافية، ربنا يكرمك. دكتور أحمد عطية، الكثير من الناس بيهتموا دائما بالجانب الصحي، وده شيء مهم جدا، وهنالك بعض الأشياء ممكن تكون في حاضرة في كبسولة طبية لهذا اليوم فيما يخص موضوع مهم جدا، وكثير من الفتيات يا دكتور يعني بيكون مهتمات بالجانب بتاع السمنة وبهم النحافة، فلذلك الليلة اللي حنخصص موضوعنا عن النحافة، ونتعرف أولا شنو النحافة، بعدك نشوف الأسئلة اللي ممكن تكون حاصلة. تمام، زي ما انت قلت كده وأكدت ان موضوع النحافة يكاد يكون موضوع، يعني هتلاقي اغلب القنوات كلها بلا استثناء ما تيجي تتكلم تيجي تتكلم عن السمنة، لان كل الناس بتفكر بتحب الحاجة دي، يعني بتفكر على ان السمنة، ان احنا يعني نفتكر على كل اغلب الحلقات ممكن 99% من الحلقات عن السمنة، لكن بالفعل في العيادات بنشوف حالات كبيرة جدا عن النحافة. عشان كده كان من الضروري ان احنا نبدا نوعي الناس. للاسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيرة كبيرة جدا تاخد أدوية معينة علشان تجهز للجواز، يعني هنا الموضوع ده يكاد يكون منتشر. صحيح. عشان كده يا جماعة عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي، بعيد بقى عن كلام الناس والدجل والشعوذة، وإن أنا لازم أخد الحباية الفلانية، وللأسف حاجات غير مرخصة. أيوة، في البداية ما نيجي نتكلم عن تعريف النحافة نقدر نقول إن هو نقص وزن الجسم عن المعدل الطبيعي. لو تتذكر كده في الحلقة اللي فاتت كنا لما جينا نتكلم عن ان احنا ازاي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي، ان احنا نطرح من الكتلة، نطرح من الوزن من الطول بتاعنا 100، يعني لو انا طولي 170 يبقى الوزن الصحي بتاعي 70، يبقى اقل من كده نحافة، بقى كده عرفنا ايه هي النحافة. يعني طبعا من الضروري جدا لو انت تتكلم عن النحافة لازم نعرف ايه هي الفحوصات الطبية، ان انا دلوقتي خلاص انا عندي نحافة، طب ايه السبب؟ هل انا هاخد حبايه الفلانيه دي تمشي عليها لفتره كبيره جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض؟